روبرتو. قبل ما يبدأ المقطع لا تنسى تروح تضيفنا على السناب عشان ننزل هناك مواضيع ونزالات ما شفتوها من هنا، وكمان ننزل لكم اصور لكم حياتي وزي كذا، فهيا لا تنسوا تروحوا تضيفون على السناب مشاهدة ممتعة. السلام عليكم، مواسم الليل جايكم بفيديو جديد. اليوم حيكون عندنا الوميض المظلم في سلسلة البلبل المشتعل. طبعا أعلى رقم في هذه السلسلة هو المنجل الساحق ب8/12، واللي بعده هو السيف القاطع ب6/12. فخلينا نشوف هل يستطيع الوميض المظلم تحطيم هذه الأرقام. بس قبل عندي شرف نافع جرس انبهت أضغط زر الله، خلينا نوصل هذا المقطع أطبع على اللايكات. وكمان يوم السبت هذا في سلسلة بالمشتعل الثانية، اليوم متوقع تلوت صح؟ اليوم أربعة، فبرضو يوم السبت حنسوي لكم سلسلة ثانية. احنا قطعنا يوم السبت اللي فات، هي اصلا موعدها يوم السبت، بس احنا عشان قطعنا فقلنا ننزل لكم هي يوم الاربعاء. فهذا اللي حصير في سلسلة اليوم، فيلا نبدا ونشوف هل استاهل المظلم اللي تحت الرقم القياسي. خلينا نشوف. ايه توب عندي حركة بشيلهم حركة يعني. اوكي طيب كيف، فيلا نبدا نزلة. لكم حلبة فيلا نبدا. طبعا انا راح اعمل كل البلابل، فبس خلينا نظبط الوضع عشان نرجع لكم. يلا نبدا مع اول بلبل اللي هو تنين مدمر. ثلاثة راح. البلبل الاول اللي فاز له تنين مدمر هو اللي فاز له هذا اللي مره مضى تنين مدمر. فانا بروح للبلبل الثاني اللي هو مين؟ فاز النار. ثلاثة. طبعا الفاز من الثاني في كل ثلاثة البلبل المشتعل. فنقطة للتفاش. فنروح للجولة اللي بعدها. ثلاثة نقط. اوكي واحد واحد تعادل. فنروح للجولة اللي بعدها. ثلاثة نقط. لعدة ما تجرب قوة ما يفوز. شوف انا دورة ما تجرب شوي. طيب خلينا نشوف يفوز ولا لا. واو بس فينش. فيلا نروح للبلبل اللي بعده. البلبل اللي بعده هو الحصان الجامح. ثلاثة ثلاثة. شوف والله رميته بقوة يكسر قدام اللعبة الضعيفة. بس خلينا نشوف لو رميته بشوي ايش راح يصير. ثلاثة ثلاثة. اول حصان جامح كيف قوي. اوكي تعال نروح للجولة. ثلاثة صح. اوكي ثلاثة صح. اما حاجة تعادل كل شوية والله مشكلة. اوكي زين فينش. فكده الوميض المظلم فاز على البلبل والله بصعوبة شباب. خلينا نروح للبلبل اللي بعده، بس اغلبهم او كلهم ثلاثة فاز اليوم داس. ثلاثة نقط. واحد صفر للوميض المظلم. الجولة اللي بعدها ثلاثة نقط. تحطيم. اتاكد انه في تحطيم يا شباب. والله شباب كان بس طويل. البلبل اللي ما يتحطم نحطه هنا ورا الكاميرا بشويش عين زي كأنه عادي. البلبل يتحطم في القطع. يلا بروح البلابل اللي بعدها. يعني الطبخة الثقيلة شباب، يعني أثقل من الأولى. فثلاث نقط. خلينا نشوف عين الصقر هل ستتحمل هجوم الوحش. توقع يا الصقر.
اخسر اخسر تكفى اخسر يلا اوكي 1-0 رجع توازن رجع توازن بس لو 100 باخذ النقطة اسطورة يا جماعة الجولة اللي بعدها 3-0 اوكي الجولة اللي بعدها 3-0 اوكي الامير يكون فاز على هذا البلبل كمان دي مع البلابله مهزومه طبعا احلى نقطه الحين الامير 5 احلى شيء 8 خلينا نشوف حيجيبه ولا 3 واو هذا شوف نقط هذا نقط كيف انا بروح الجوله اللي بعدها 3 مرات والله ما شايف شباب من بعد شوف الكاميرا الله اوكي بكل سي فاز على 6 بلابل ولسه باقي 6 بلابل تعال نشوف عليهم ولا لا البلابل اللي بعده باقى الساعة خلينا نشوف 3 2 1 واو 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 فاز على كل البلابل شباب ما حسب ولا اي بلبل لين الحين اوكي اتوقع حقه 3 2 1 كمل واو يلا بقي نقطة يفوز على البلبل اللي ما حد فاز عليه يلا يلا يا أمي بس 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 يلا بس 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 فاز على 8 بلابل ولسه باقي له 4 بلابل عمالقة والله شكله حيجيب 12 من 12 بلبل لو تبغى بلبل بس بلبل اقعد اقول بس 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 شباب اللي حط واحد من البلابل اللي مستحيل تحطم ومع ذلك تحطم فيلا روح لاخر دفعة واليوم ما دفعة اللي بقي الحين جينا على طبقة اثقل واثقل اللي هم طبقة اللي بقي اوشن فيلا اللي من نفس طبقة الوميز فاول بلبل حيكون معانا فاشل ليل 3-2-1 طلع يلا يا امير حطم خصمك امير اوه بس يلا اي شيء الامير الحين شاب معادل لرقم هذا المنجل الساحر فا يعني بس باقي له بلبل واحد يفوز عليه وخلاص يكون متصل فتح طبعا واو فاشل الليل 1-0 فنروح لاخر جولة لا لا ما لسه باقي 3-1 من جد الحين هذه اخر جولة يا اما نفوز يا اما نفوز فا 3-1 خلينا نخاف شوي 3-2-1 يلا يا عمير حطم خصمك يا عمير واو يلا كيف استحملها شباب انا اقول بس خلاص يلا يا عمير كم وصل؟ وصل تقريبا نص فهذا اول بلبل انتصر على الامير المظلم اللي هو خفاش الليل فنروح اللي بعده اللي هو راح يصير طلع اول حالي حنلعب بفريم ثاني حالي حنلعب بدون فريم فثلاث اثنان فريم 1-0 طيب بدون فريم المعب كيف فك الفريم بكل بساطة تجيب الديسك تلفه على هذه المنطقة شباب طلع معك الفريم تركب البلبل حيصير اخف وحيصير ينط اتوقع فاكر اسمح قبل ما تبدا عشان بس اوه واحد نروح للجوله الاخيره الحاسمه الفاصله النهائيه بفريم 3-2-1 امير امير ما بتحط مؤقت اقوى بس يا عمير
فاي فاز الميض المظلم فكيل يصير الميض المظلم حط مراقبة من جهة الساحر بينتي 9 من 12 سباقيل بالبلين. فخلينا نشوف هنا عندنا الوحش زعيم الوقت أثقل وأثقل وأثقل. طبعا زعيم الوقت خسر من المنجا الساحر الحلقة اللي فاتت بصعوبة فثلاثة لا بيبس ثلاثة اثنان واحد يلا ميض والله مكان قبل شيء كان قوي يا شباب وميض كيف نقطة الوميض مظلم فنروح الجولة اللي بعدها والله كان حفوظ زي ما قلت فانا واو والله انضرب وقت الضرب اشاله من الحدود مظلم حتى محصمة نبغى نشوف بيرس عالم ولا اقول لك فوز عادي حتى بالقوة الدرام فوز نص ال 10 نقاط ما توقع الباب اللي بعده واو فكذا يصير الوميض 10 من 12 خسر بس قدام بلبل واحد الحين حيجيك براءة النصر عنده تير ضعيف براءة النصر فاتوقع راح تحطه فيلا نشوف هل راح يفوز الوميض او حيخسر يلا نبغى معنا في حلقة اليوم مباراة النصر 3 2 1 فاز الوميض فاز الوميض هذا توقع حتشوفوه في بداية المقطع فنعيد نعيد الجولة خلينا نشوف ماذا يحدث تقريبا شباب من أكثر البلاد المحبوبة في الجزء مباراة النصر والوميض المظلم احنا شفناها قبل أي أحد في الوطن العربي اللي هي بالنار فثلاثة اثنان واحد يوم يوم يلا تحكيم عالم بيس 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 ربعنا واو زعلان منك 11 من 12 خسر بس قدام خفاش الليل فالحين راح نلعب قدام زاد خفاش الليل ونشوف هل خفاش الليل كبير بالانتصار فلازم بلبل اللي حطم رقم الوميض المظلم يكون وصل 12 من 12 وهذا شيء مستحيل يصير مو يعني ممكن يصير بس يعني لازم بلبل يكون يفوز على كل البلابل خلينا نشوف في الحلقه القادمه بلبل مشتعل اكتبوا لنا في الكومنتات اي بلبل انت تبغوه خلينا نشوف اوكي طبعا شباب تقولوا لي ليه انت زعلان مننا ما نزلنا الوميض الله مع فتح علبه في اسبوعين 6000 شباب يعني ما يصير شباب الوميض المظلم يب نروح للجوله مو هي خلاص خلصنا احنا الحين وصل 12 11 من 12 بس خلينا نشوف خفاش الليل هاي هو ضعيف شباب والله ما احنا دارين خلينا نشوف أخليني تدير عيدة والوميض خلينا نشوف الوميض واو كم وصل؟ واحد ثلاثة صنع إيه نكمل نكمل ثلاثة صنع كيف فاز الوميض خفاش تعادل فاخر جولة عشان نشوف جدارة خفاش او جدارة الوميض ثلاثة اثنان واحد فاز الخفاش شباب فبوريكم شيء في هذا على الخفاش خلي الوميض ما يقدر يفوز عليه اول شيء التيث القوية الوميض حتى بلابل بس هذا مرة تيث قوية ثاني شيء الفريم الاسطوري اللي من هنا شكرا مدرع حصن منيع ثالث شيء الدرايفر الدرايفر الوميض يفوز على هذه البلابل من التيث القوية بانه يخف يجوم بس الدرايفر هذا شوف كيف شباب يجي هنا شوف كيف بعد ايش بعد قوة مرة قوية قام خرج لا ويخرج ومستحيل يخرج من هنا من هذا الشيء هو ممكن يجي من هنا ويدور هنا بس يرجع ثاني فعشان كذا مستحيل البلابل هذا يخرج خارج الا بضربات بضربة جدا قوية يعني تخيل شباب الضربة البلابل قاعد يدور هنا لازم انت ايش تسوي شلوت شباب يحتاج اللوت نخرج من الحرب والله فهذا المقطع اليوم كيف هذا كان كل اللي عندنا لا تخشوا من البيت عشان كورونا فيروس فبس هذا كل اللي عندنا لا تنسوا اللايك سبسكرايب شير وقولوا ايش رايكم في نزال اليوم حلقه اليوم بدنا نشتغل حلقه المقطع اليوم وصلنا للختام سلام